السلام عليكم وبركاته، شباب معكم زايد في لعبة ذا وايت دور. واتوقع شباب ان هذه اخر حلقة، طبعا على حسب اليوم في اللعبة، يعني يمكن يطول ولا شيء ونحتاج حلقة ثانية، بس انا اتوقع انها اخر حلقة. عموما شباب، بما ان هذه اخر حلقة نوصل الفيديو الى 100 جفليون لايك. ويلا شباب دوتكم نبدا. اوكي شباب، هذا اخر شيء صار. الشبح الاسود استولى على صاحبنا روبرتو، وما ادري شو السالفة صراحة. انا الحين مستغرب من الاوضاع اللي تصير، بس يعني هل نسوي الروتين بهذا الشبح؟ يعني ما اتوقع. ولا ايش هذا بعد؟ في له صراصير. ها لها فراشات مو صراصير. وات، الشبح لا زال ياكل دايم يا شباب، يعني هذا الشبح لا زال يسوي روتينه. نايس. اوكي خلونا نشوف شكله في المرايا. او ماي جاد، اي ليش من فوق؟ اوه تمشيه وتمشي يده بعد. بصبر امشي يده وين؟ اي شو هذا؟ وات، يمكن لازم نخبي اليد ولا السالفه الحين؟ ما ادري، قاعد امشي اليد بشكل عشوائي. اخوي شو هذا؟ ايش شو الحين؟ اتوقع كذا صح، بس لازم اخلي اليد هنا تجي. او ماي جاد مان، ايوه. اها حلو. شو هذا؟ ايش كذا يسوي؟ كانه يخوفك كذا، يقول لك بو، عرفت كيف؟ اوكي تشيك اب اللي هو هذا الزر. الحين صبر مي. اوه رجاء ابتعد يا سيدي. وات، انت لا تبدو بشكل جيد. اي انا شبح، كيف تقولين كذا؟ ايش ذا بعد؟ وات، لغه الاشباح. رجاء اكمل هذه المدري ايش. هذا شاب حس الكود اللي هنا صح ولا؟ اوكي شاب، وين الكود؟ رجاء قول لي انه هنا ولا شيء. نوب. مدير شنو ذي؟ وات، يمكن هذا الكود موجود هنا ولا؟ يعني والله ماني عارف يا شباب. درج يمكن هذا. نوب. روبرتو. وهذا هذا ايش بعد؟ اي شو هذا؟ طول ايش مكتوب؟ The past is never dead، يعني الماضي لم يمت. ايش تقول انت يا شبح سان؟ اوكي شباب خلونا نكتب هذا الكود، وما ادري ايش الكود اللي بعده صراحه. او يا اخ والله ما ادري. هذا ايش بعد؟ هنا في شيء ثوب نفس اللغز اللي قبل هذاك صح، بس هنا في علامه كذا نفس المفتاح. طب يمكن في درج ثاني، في ورقه جديده هذه. اوكي شباب، هذا روبرت هو اللي طلب منهم انه يجي في هذه المصحه. مكتوب هنا يعني هير باي جرانت، يعني الكلام يقول انه هو اللي طلب هذا الشيء. ماذا تعني؟ وليش زين طلبت هذا الشيء؟ غبي انت. شو اي وات، نفع اللي سويته شاب، عكست هذا بس. طلع مو كود ولا شيء، ايش ذا؟ طب هذا نفس الشيء الحين عكسه يعني ولا كيف؟ ما ادري شكله. هذا شاب دائره فوق خط تحت، وهذا العكس. زين وهذا ايش؟ عكس. اوكي اصبروا، اتوقع هذا عند نفع ديم. اوكي كونتينيو اكمل. اتوقع هذه صح ولا؟ انزين وهذا هذا ولا مو هذا؟ اي ما في له عكس هذا. وات، ولا يمكن هذا العكس مو بعكس هذا؟ وات اوف، كيف كذا؟ اوكي نفع شاب قاعد اخبص. ونفع قصدي مو خبص، متعمد شباب. اوكي هالمره شباب ما في علامه نفس كذا، وهذه مشكله يا شباب. بس يمكن يقصد الصغير صح ولا لا؟ يعني هذا يقصد اتوقع هو. ايوه وهذا، لا اصبر، اتوقع هذا. نوب مو هذا، هذا انزين ولا هذا؟ بس ما فيها دائره شيء، ولا يمكن هذا غلط اصلا؟ المفروض هذا، لان هذا عكس يعني لازم يكون تحت. اوكي اتوقع الحين راح ينفع صح. خلونا نخبص طبعا، نجرب اللي هذا. اوكي جي جي، ولا واحد ينفع. نايس، يعني هذا غلط. وش الصح انزين؟ 6.5 hours later. اوكي شاب صراحه اللغز هذا غير منطقي ابدا ابدا ابدا، يعني بالله عليك شنو ذي؟ تسوي كذا ويشتغل، او لا العكس اصبروا كذا ويشتغل. ايوه ايش هذا الخط هذاك؟ وين انزين؟ ايش اللغز الخايس هذا؟ الله يعني للغاز اللي نفس كذا شاب، اهانه لمخي صراحه. او ماي جاد، الحين ايش يا اخي؟ ما ادري يا اخي ما ادري. هذا شو دائره ودائره عليه خط، ايش يعني؟ اقول لك ايش يوتيوب، ما اهتم صراحه. اوكي شاب طلع هذا الزائد وهذا. اي وات يا اخي، انا شفت شويه، ما شفت، انا ما ارد اشوفه كامل يا شباب عشان ما ينحرق علي طبعا. اوكي شباب طلع هذه العجله. ايوه وايش بعده يا اخي شباب؟ شو هذا يا اخي؟ والله غايس اللغز، معليش والله. اوكي الحين نجرب كل اللي هنا، هذا متاكد انه صح طبعا من اللي شفته في اليوتيوب. والحين خلونا شباب ناخذ، او مو ناخذ، نجرب كل حد. ايوه نفع. ماذا تريد للعشاء؟ لحمه. يا لحمه، شكرا يا مستر هيل. رجاء نكمل روتينك، انقلعي تو اللغز الحق الخايس حقك هذا. ميموري تريننج، تدريب الذاكره. اوكي يا رب انه مو بصعب يا اخي كمان. ايوه الحين شنو ذي؟ ما اقدر اسوي اي شيء. لا يقول لي اتوقف في النص صح ولا؟ اي وات، شو هذا؟ او ماي جاد، اي تعال وين بتروح؟ ان شاء الله شوف في شبح ثاني بعد.
طيب وبعدين يقول لي في الصندوق. ما شاء الله ايش سوي هنا ها؟ اشكر عليك لهذا يلا شي خلاص راح ارميك في الزبالة وما حد راح يشوفك ابدا ينو. يا اخي يلا تحرك شو ايش اسوي الحين؟ اروح الكمبيوتر صح؟ نوب ما اروح الكمبيوتر لازم اسوي شيء. لاحظ ان كل ما اوكي ايوه وقف هنا خلاص. اي مدير تحرك هنا ايوه خلاص وقف. طيب الحين شنو وش السالفه يا شباب؟ او ماي جاد ايش في تخوفني يا اخي. انا صوتي يطلع مره عالي عندي ما ادري ليش. المشكله ان قصتها ما اسمع شيء بعدين. عموما الحين في النبته يا شباب. اي وينه؟ هي ايش في لهذا وات يا مدير؟ اطلع يمكن لما حرك هذا شاب لما حرك النباتات يطلع بس لازم احركها بالترتيب الصح ولا هذه اول شيء بعدين هذه ايوه اوكي لا هذه 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 لا هذه 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 يا رب هذه كمان ايش الحظ يا اخي. اوكي خلاص المره ينفع ايوه اي تعال مدير وين رايح؟ طيب خلونا نشوف وين راح هذا المخيس. راح عند المدري ايش هذا الصندوق. اي هذا هو شاب ولا؟ او ماي جاد شكله يخوف يا اخي. خلاص خلوني العب بجديه اوكي؟ او ماي جاد ايش في يا عمي؟ ايش هذا الرعب يا شباب؟ انا الحين الغرفه مظلمه يا شباب عندي مش سكيرد يعني. لا لا امسح. ايش سوى هذا يرقص وات؟ يلا ليتس جو. اصبر هذا يكون اوكي الحمد لله انه مب كود ولا شيء ايوه طيح الحين طيح لازم اخليه يطيح عليه صح ولا لا؟ اوكي الان ايوه يلا شي يا براذر. وين اتوقع شباب راح هنا؟ لا مو هو مو هنا ولا هنا؟ نوب وينك يا الشبح يا الخايس؟ في الدرج هنا انت ولا هنا ولا في هذا صح ولا لا؟ موجود كذا تحت الورقه ولا شيء ولا هنا يعني حيوان الساعه مهمه هذه شو تسوي؟ وات ابتعد يا خايس جيب الساعة يا كلب. يا اخوي خلاص اطلع من الصندوق هذا. او ماي جاد وات ايش في؟ والله شاب في اشياء غريبة قاعدة تصير. كوركت خلاص سويناها. ولا ايش هذا بعد؟ الاكل حقي ولا؟ يقول دينر اوكي. هي اوكي انا طلبت لحم بس مو لحم يعني انسان اوكي. او ماي جاد اي اي مدير قاعد ياكل لحمة. او ماي جاد ايش ذا يا حبيبي؟ ايش اللعبة قلبت اشياء رعب قلبت سو يا عمي ولا السالفة؟ اوكي اكلنا الحبة وكنا ما صار شيء شباب. رجاء يا بنت جيبي لي لحم صدقي مو لحم انسان كمان يعني مو روبرت. كيف اكل نفسي؟ ريكرييشن الحين التدريب الله يعين التدريب الحين ايش هو؟ اي وات شو هذا؟ هذه شاب كاني الغرفة اللي انا فيها لكن ببعد ثاني على اليمين كذا. طيب الحين ايش اسوي الحين؟ ارتبهم يعني ولا ايش؟ اي وات اي هي شوف الحيوان في واحد مستخبي. اطلع يا خايس اطلع يا شبح المظلم. ايوه ايوه قاعد يطلع هي او ماي جاد اي شوفوا كيف نفس المكان بالضبط صح ولا لا؟ شو هذا هنا في كود يا شباب مره ثانيه نفس الكود ايش السالفه؟ كل ما ضغط هذه يتغير مكان الكود ايش في يا عمي؟ والله اشياء غريبه يا شباب. طبعا هذا ايش الحين؟ ما اقدر اسوي اي شيء، ما اقدر اتحرك ولا شيء، بس اضغط هذا. يا اخي ايش اسوي؟ قاعد اضغط اشياء راندوم انا الحين. مشكلة يا اخي لازم نعرف ليش كذا، في يمكن في ترتيب غلط ولا يعني والله ما ادري يا اخي. شو هاللغز هذا؟ يا اخي اللغز غير منطقي شباب معليش، ما راح تقدر تعرف الحل الا لما تفكر بعد ساعتين، او خلينا نقول تفكر لمدة ساعتين. اوكي شباب انا سكرته ولا زال موجود. يعني لازم هذا نحله. تعرف شو يقول لك المثل يا شباب؟ يقول لك اذا لم تستطع فاحدهم يستطع، اللي هو يوتيوب بسيطه. اوكي شباب اتوقع اني غبي، مو اتوقع لا انا فعلا غبي، يعني اقسم بالله تافه. شوف هنا في كود صح؟ ليش ما ضغط على الطاوله؟ وهنا بعدين كود سرير، اوكي، شوف كيف كل شوي يتغير. ليه ما افكر نفس كذا؟ او ماي جاد. والله شباب يعني معليش على هذا التفكير، يعني انا صراحه منحرج من نفسي، ولكن خلونا نكمل. المهم، اوكي طاوله بعدين هذا يا شباب ايوه سرير اند قاعد يطالع فيني. خلاص يا ابو شاب ارجع للسرير ارجع نام او لا اروح تحت الطاوله يمكن تلاقي ايباد في له فضايح المشاهير. يا اخوي ايش اسوي يا اخي؟ خلاص ليكون لازم احفظه. لا يا اخي مش علامات شو اللي احفظه؟ ما اتذكر يا عمي. ولا خلاص نسكر؟ نوب نسكر. اوكي نمت حلو تايم فور بيد. خلاص سوينا هذا اخيرا. طيب الحين ايش سليب. خلاص يلا الى اللقاء يا الشبح المظلم. فن ذا وايت دور الباب الابيض اللي هو شاب المصحة هذا. I woke up in the street. لقد استيقظت في الشارع. اوكي شاب ما ادري ايش الفائدة بس المهم
لقد استيقظت. اوكي يلا قوم. I was looking at the sky. كنت انظر الى السماء. السحب كانت تمشي يعني ما ادري شاب بس المهم كذا يعني اوكي. طيب clouds are drifting by. انزين الظل جاء من عندي. ايوه ليكون هذا الشبح. وهذا مين؟ أي مين هذه؟ was standing next to me. كان هذه اللي اعطيناها الدراهم. She poked me تقول with her stick. يا اخي صبر 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 هدي انت لا لا تسوس كيف على كيف امك ايش ذا يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله. يقول ان في عجوزه جت عندي اوكي بس هذا ضربتني مو ضربتني لمستني بالعصا حقتها. اوكي يلا روبرتو سان قوم قوم. لازم تتصل في احد. واعطتني فلوس مو بني اللي اعطيتها فلوس. الله امراه طيبه هذه شباب. طيب الحين I grabbed it. لقد اي كنا هذاك المفتاح اللي في الدرج اللي يقول الماضي مدري ايش ميت. ايش هذا الكون الغريب شباب. طيب I grabbed it يعني ايش فيه. There was only one place استيقظت. I could call. كان في شيء مكان واحد اقدر اتصل فيه واللي هو المصحة النفسية. مشيت للتلفون هذا شباب. طيب وين كنت الحين يا رب. هذا وضعت الدرهم بالله عليك ولا هل فعلا وضعته. انا اتوقع انك سحبته ولا يمكن وضعته شويه ويش خلاص يا اخي انا ماي جود. لقد نظرت الى شباب ورا هذه الورقه في رقم صح اللي كان يقول لي في حالات الطوارئ اتصل فيه. لقد نظرت للبطاقه واخذت الرسيفر. انزين بعدين كتبت الرقم. طيب اوكي واحد انزين اثنين لا ثلاثة مو اثنين يا بقرة. اوكي ثلاثة اثنان and لقد استمعت. اوكي يلا Hello, Mr. Hill. We are مرحبا يا مستر هيل. كنا متوقعينك رجاء انتظر في السيارة. لقد وضعت التلفون تحت. هذول كيف يعرفوني. السيارة اتت فتحت الباب and لقيت الشبح ولا يا رب مسوي سكيب. الحمد لله السواق شافني او لا مو شافني يعني سووا بالمرايه كذا راح تشوفون الحين. اوكي هذا لانه يقول لك الاحداث وانت لازم تسويها. للحظه شافني اوكي خلوني اي وات خلاص لازم اوقف الشيء. اوكي لقد مشينا لا مو مشينا لقد صقنا لمكان او لا لعماره كبيره ب بعلامة بيضة. اوكي شباب انا عديتها لكني عشان ترجمة هذا. طيب الحين اتوقع راح نرجع لمرة ثانية صح؟ اوكي رجان ارجع. ايوه ها هذا هو ذا وايت دور. مدير اي وقف يا عبد السلام سلامات. ايش فيك انت؟ يمكن لازم اضغط على السيارة يوم اوصل صح؟ اوكي خلاص وقف 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 وقف. ايوه حلو. لقد نظرت الى الاعلى. ذا وايت دور. الباب الابيض. There was a man standing. كان في شخص واقف في 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 اعلى السلالم. اوكي وهذا هو مستر هيل. مين هذا بعد. مستر هيل اتبعني رجاء اجلس. طيب مين هذا بعد. مرحبا بك في الانستيتوت حقنا. لقد اتخذت القرار الصح. احنا هنا عشان نساعدك. اوكي انا اخاف ان شو سكيب صراحه لان كلام كثير. يقول احنا هنا عشان يعني نخليك تستعيد ذكرياتك. اوكي ايش بعدين. اي وين راح ساين ذس بيبر. يالله ليه كذا يا رستي ليك ليه. والله اخر كلمه شاب ما عرفت ايش هي بس اتوقع انه يعني مرحبا بك في هذه المصحه وكذا. عموما كل اللي عليك تسويه انك توقع في هذه الورقه. انزين جيب القلم يا روبرتو ايش فيك. لازم اخذها. اوكي رجاء وقع هنا. اوكي شو اوكي شاب مو توقيعي كذا بس اتوقعت انه بيوقع اوتوماتيكلي بس اوكي يعني هذا اصبروا هذا التوقيع يقول لي يعني الون الورقه صح ولا لا. اوكي يلا بلون الورقه. هذا توقيع زايد جيمزر شباب يعني اي واحد يحتاجه اي واحد يبغى يوقع في ورقته ولا في النتندو سويتش حقه ولا اي شيء يعني حياه راح اوقع نفس كذا. اوكي اوكي خلاص كفي تشيك اوف اف اور خلاص إيه لازم اسوي. ايوه حلو. طيب بعدين شكرا مستر هيل. انزين خلنا نبدا في اول هذا. راح اوريك بعض الاغراض يمكن تعرفها. انزين مشيها لليمين. حلو. طيب اول شيء دونات. اوكي امشي على اليمين اعرفه هذا. اثنين صندوق اعرفه هذا بعد.
ليكون هم يجيبون هالأشياء عشان يحطوها في المك... في الغرفة حقتي. آها نبتة هذه بعد عرفها. ومعقاد هذه بعد عرفها. سبيكر بوكس نعم. طيب درهم أعرف كل شيء أعرف كلها اللي قاعد أقوله. هذه العصفورة كانت موجودة؟ ما أتوقع أنها موجودة ولا؟ Thank you. بس خلني أقول موجودة. شكرا. والآن اتبعني. أنت كل شيء اتبعني شو؟ Please. أوكي يلا. رجاء قابل السارح. إنها One by one. يا رب أوكي الحمد لله. رجاء قابل سارة إنها في آخر الصالة. أوه دايم الكلمة حلوة شاب القافية. رجاء قابل سارة إنها في آخر الصالة. أنت راح تكون راح ما أدري. المهم يقول لك الأضواء يعني تولعت واحدة واحدة. أوكي ها واحدة واحدة ها شو السالفة ها هذه الجن ما كانت تولع عش السالفة عموما. ها في واحد ثاني بعد اوكي طب في واحد في واحد ثالث بعد واحد رابع واحد خامس واحد سادس خلاص there she is سارة hello سارة اي ممكن هذيك اللي جت في الباب عنده ولا اهلا يا بوب من الجيد اني اراك مجددا انا اسمي مو بوب انا اسمي روبرتو سان اوكي تقريبا تذكرت كل شيء الان كيف كذا تذكرت انا توني جاي افتح الباب وجيب الالوان لحياتك ديم داي 7 اليوم السابع خلاص توقع شاب وصلنا لاخر يوم واخر قول مين هذا بعد اه روبرت هذا اي انا الحين في مكان روبرت وهذا الشبح مين هذا ايش هذا صدقي هذا واللي تخيل ولا ايش سالفه اي رجاء استيقظ هذا شريري انقلع او ماي جود انا اسف خلاص بطلع شاب كان معكم عبد السلام الى اللقاء اي افتحوا الباب في شبح يحاول ياكلني اوكي الحين شو السالفه الحين ايش اسوي هاي شو هذا بعد ريد جرين اخضر واحمر ها يقول لي ايش هذا اوكي هذا بروكلي احمر مو غازي اخضر وهذا اتوقع ايش كان اسمه يا اخي نسيت والله كومثرا ايوه كومثرا اخضر وهذا لحم هذا لا خس وهذا خيار اوكي وهذا هذا مدري ايوه اوكي حلو طيب بعدين شو الفائده الحين اقدر اكلهم اي وضعهم يرجعون مره ثانيه ها ايوه قاعد اكله اوكي كليته كله بعدين اوه هذا كان جيدا كاني قاعد الون المكان اوكي الحين كان كله ابيض الحين صرت الونه عشان كذا تقول تجيب الالوان لحياتك يعني انا توقعت ان التحفيز يوم واحد يقول لك كذا يعني خلاص سوي اللي تريده نفسك الله شاب ما قلت لك انا مالي في التحفيز ولا خلونا نكمل اوكي طيب تشيك اب اوه جبنا الوان وهذا ايش بعد هذا خلاص خلصنا كل شيء المفروض يكون في لون طيب وهذا ايش بعد هذا خلاص ملون وهذا الحين صار في لون يا شباب يا العصفور جيب الالوان كمل الالوان اوكي في الغاز ثاني يمكن التست يس اريد التست ولا شو هذا بعد كان هذا شاب ميز ولا يعني متاهه مو متاهه يعني ما ادري شاب نفس المتاهه بس شو هذا الحين اروح هالمكان يعني ولا ايش السالفه والله شباب ما ادري خلونا نشوف هذا الصندوق ما في له شيء طيب وهذا هذا بعد ما في له شيء وهذا اي هذا في له شيء الوان ليكون لازم نلون نفس اللي في العصفور هناك صح اوكي شباب هذا اللون غلط خلونا نروح نشوف العصفور اوكي تاع عصفور لونك خلاص ايزي اوكي شباب نسيت نوع... لا لا اوكي اتذكرت اوكي ما ادري اذا هذا كذا لونه صح ولا لا بس اتمنى انه كذا صح اوكي في هذا الجانب يعني معليش شباب على الالوان التخبيص كذا احس انه ما ادري كيف مو منظم ايش يعني المفروض اللعبه ينظمونها صراحه لاني ما اعرف ارسم صراحه بس عموما كذا بعدين نجيب هذا اللون الجميل اوكي شباب ما اتوقع انه كذا اللون يا اخي او ماي جاد اوكي شباب راح الون وارجع لكم اوكي اوكي اتوقع انه كذا صح ولا لا هذا لونه ها تقول لي جبت العيد يا اخي هليل ولا لازم او ماي جاد خلوني اشوف العصفور رجله ما شيكت على رجله يا شباب رجل سودا هذا وات كيف اعرف كذا اوكي شباب انا لونت نفس العصفور بالضبط شو السالفه ايش في غلط ما في شيء غلط نولي نفس العصفور كمان برو ايش في هذا is really stupid man ولا يمكن بس الاماكن السودا ما الونها على انها يعني هي سودا يعني ما تتلون ولا شيء اوكي المفروض يكون كذا شنو وش يا اخي اقول لك ايش مع نفس اللغز الخايس خلونا نسوي الغاز بعدين نشوف هذا اللغز على اليوتيوب ياب اليوتيوب اوه الحين نجيب الالوان ديم نايس شيرت الله صح شيرت حلو بس طبعا يعني حقي احسن يا شباب طيب هنا ما في شيء بعد كمان الحمام جيب الالوان طيب وهنا الكود الكود حق ديث ستراندينج بس المشكله ما اعرف الكود اوه هنا الاكل اوه يوم تاكل يرجع الالوان ديهم برينجز باك ميموريز اوه هذا ايش بعد اي شو هذا ليكون هذا الحين خلاص اطلع من من المكان ولا ايش السالفه والله شباب ام ريلي كونفيوزد انا جدا لازم اشوف كذا والله اني غبي ام سو دامب مان ايش ذا اوكي هذا ايش بعد شو هذا ليكون لازم تلون المكان بس لازم ما تضرب اللون حقك اوكي يعني هذا نوعا ما ايزي
ولا لا مو نوعا ما ايزي فيري ايزي اند ذير وي جو. حلو طيب وش بعد؟ مره ثانيه نفس الشيء فيري ايزي. حلو واللي بعده اوكي وين انا؟ اه هذا اوكي شيت مو بكذا. 2000 years later. اوكي شباب بعد تفكير عرفت كيف احل هاللغز. كل اللي عليك تسويه انك تتبع هذا النظام. ذير وي جو. او ماي جاد في زياده بعد. هذا يا اخي طولت شويه عشان الحين يجيني زياده كمان. هذا سهل سهل اوكي. ايوه حلو. ايش هذا بعد؟ خلاص تلون كل شيء لان سمعت كذا صوت الوان. الاحظ ان شباب الدريشه. ايوه ايه هذه البنت شاب ولا؟ I thought you were dead. مو بنتي ميتة؟ طب انت يا ابو شاب ممكن تتلون؟ ما ينفعش كده يا شباب. او ماي جاد لا زال مخيف هذا يا اخي. يا اخي شاب اتوقع ما في الا هذا العصفور بس ما ادري ايش الون يا اخي. لونت انا في العصفور هذاك اللي هناك ما صار شيء. I mean come on bro what is this؟ ليش I'm sure of joke؟ كمان اقول لك ايش يوتيوب يا شباب. لا لا والله معليش انا استخدمت كثير يوتيوب بس لازم تستخدم يوتيوب كمان. اوكي شباب I think اني سويت غلط. في ترتيب الالوان يعني شاب شوفوا اللون ازرق مدري كيف غامق ما ادري لون غريب صراحه بس انه اخر لون يا شاب مو بهذا ابدا اللي شفت انه استخدم هذا كمان مان ايش ذا الاستهبال يا اخي والله شاب اللعبه يعني اهانه اهانه لمخي صراحه يعني كمان يا اخي شنو ذي يا اخي ايش الاستهبال ايش هذا الاستهبال اوكي شاب لا زال ما ينفع بس اتوقع انك لازم تمسح هذا صح ولا لا ايوه نفع بيوتيفل اخيرا والله شاب كمان يعني اتس تو ماتش. طيب باقي اخر شيء واللي هو هذا الورع رجاء يلا خلني الونك نعطيك الروح شويه ينور مين انت روح لكن نعطيك الروح. طيب يا شباب انا الحين ما اقدر الونه فممكن في شيء ثاني الاحظ ان الايتمات ما تلونت ليش؟ اي وات صار شيء السالفه لونت شيء بالغلط انا ولا ايش؟ والله شباب ما ادري. طيب الحين شو اسوي الحين لونت هذا كل شيء ما عدا هذا كيف الونه؟ اوه العصفور راح المره اكيد بيشيل هذا اي وات قام اي وين رايح هذا قاعد يسوي شيء شاب هو يتحرك او ماي جاد تيك ماي خذ خذ مكاني اي شو هذا نسلم على بعض هاي فايف يلا الى اللقاء يا الشبح المظلم اتمنى لك حياه سعيده اي وات مات هذا وليش شال في الحين اي مدير وين راح هذا كان قبل شوي هنا بس قال تيك ماي بليس الله شو هذا الالوان لا يا اخي ابغى امشي شويه كمان خلاص يا روبرت هذه هي نهايه الرحله الى اللقاء ذا بيرد العصفوره اوكي شباب حسنا طولنا صراحه بس خايف يا شباب ان ايش انهي الحلقه بعدين الحلقه الجايه تكون مثلا خمس دقائق لانها بسرعه خلصت فخلونا خلاص وان تيك يا شباب اوكي كنت امشي في الحديقه انزين كنت امشي في الحديقه وفتاه كانت تجلس في الكرسي يا شباب كان هذا للحظة توقفت عشان أنظر إليها أوكي عصفور هرب ما هرب نيفر مايند هرب أوكي كانت ترسم شيء لقد وضعت القلم تحت إنزين لا مو وضع يعني ترسم سألتها ماذا ترسمين أرسم وجهك نظرت للأسفل يعني ترسم أي رسمتي هذه إنه روبن لقد قالت حركت يدها أوكي رسمتي فنانة شاب أدري وسكرت الكتاب أحلي لماذا يا روبرت أنا آسف لقد ذهب إيش اللي ذهب لقد نظرت إلي لا إنه ليس هذا كله في عقلك أو في رأسك لقد يعني غمضت عينها أوكي لماذا إيش هذا بعد لا تقولي النهاية هذه شكل النهاية او ماي جاد او ماي جاد النهاية الغبية شو هذا مو نهاية يا شباب والله ما اعرف في واحد قال لي في تويتر ان العاب رستي ليك متصلة يعني هذا كان لازم تلعب لعبة ثانية عشان تعرف ايش صار او والله ما ادري اذا حتى لعبت هذيك اللعبة راح اعرف ولا شيء ما ادري ما ادري شوف قصة غريبة جدا ما فهمت ولا شيء كانت تمام في البداية بعدين ما ادري ايش صار فجأة هذا رجع ترتيب الاحداث غريب ما فهمت ولا شيء فاللي فهم رجاء ان يكتب في الكومنتات لاني صراحه مره يعني كونفيوزد كمان مان شنو ذي شنو ذي يا رستي ليك ليش ما تسوون واحده جديده وخلاص ليش لازم تتصلونها بلعبه امين هذه اللعبه حلوه يعني فيها الغاز حلوه بس القصه يعني كمان يعني يمكن كشاب هي القصه حلوه
لو انا كنت فاهم، بس انه مو فاهم صراحه، هي متعلقه بالعاب ثانيه. عموما شاب خلاص خلصنا السلسله، كانت صراحه لعبه جدا حلوه، الغازها جدا حلوه. وطبعا شاب ما استخدمت اليوتيوب اللي يسال يعني، والله تخيلوا شاب لو انهيت الحلقه صدق الحلقه الجايه بس 3 دقائق ولا شيء. عموما شاب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديدي. كمان زايد وسيا.